قناة بني سويف، وجالنا الكابتن إيهاب بقى في يناير واشتغل معانا لحد آخر السيزون، كنا ماشيين بشكل كويس جدا. بس للأسف طبعا يعني نزلنا درجة تانية في ماتش، لعبنا ماتش فيصل ومع نادي الرجاء ونزلنا درجة تانية. بعدها ب 20 يوم تقريبا كابتن إيهاب راح المقص، راح المقص. فبقى الموضوع بقى اختلف يعني. فروحنا ثلاث لعيبه، انا واحمد سامي واحمد مسعود، وبس احنا الثلاث لعيبه رحنا احمد المقص. سامي كان معاك كان معايا في التليفونات، وبعدين بعد ما نزلته احنا رحنا كده ايه شروه واحده كده مع بعض عشان ايهاب عارفكم يعني. بالظبط يعني كابتن ايهاب طلبنا اول ناس نبقى معاهم. تمام. فبس الصفقه تمت، كنا تقريبا احنا الثلاث لعيبه رحنا مليون جنيه او 900 وتألقت في مصر المقاصة واحرزت 8 اهداف ويعني عملت برضو شغل كويس قوي. شفت بقى؟ لا ما شاء الله عمل شكل كويس قوي. وكمان كان امسك الخشب. كان احمد كمان.